واما السؤال الاخر متعلق بالحديث الوارده والاذكار المشروع عندنا، وهي خاصه بنوم الليل ام عامه؟ الصواب عمومها تشمل نوم الليل تشمل نوم النهار، وما جاء من ذلك من ذكر الليل فهذا قد خرج مخرج الغالب، إضافة إلى ذلك أن الذكر الخاص بحكم العام لا يقيده. لكن الروايات التي فيها حتى يصبح تقيد بالليل، الروايات فيها حتى يصبح تقيد بالليل، أما الروايات فيها في ليلة عند نومه ولو قال في الليل هذه تعمم في الليل والنهار، لأن ذكر الليل خرج مخرج الغائب، لأن الناس عادة ينامون في الليل. أما الروايات التي فيها حتى يصبح تقيد في الليل لوجود القرينة الدالة على أن مقصود الليل لا النهار.